على هامش الفعاليات المصاحبة لمعرض الكتب الصامتة إحدى مبادرات المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، الفرع الوطني من المجلس الدولي لكتب اليافعين الهادف إلى مساعدة الأطفال اللاجئين على تجاوز حاجز اللغة، انطلقت في قاعة مبنى الطبق الطائر فعاليات الورشة التدريبية المتخصصة كيف تؤلف كتب صامتة، وذلك في الفترة من 24 وحتى 26 من سبتمبر الجاري، بهدف تدريب المشاركين من مختلف الفئات من الفنانين والرسامين ومصممي الجرافيك من أصحاب الخبرة في مجال الرسم للأطفال والكتب المصورة. والورشة من تقديم الفنانة الفنلندية إيمي جرمالينين المتخصصة بالرسم ورواية القصص. سيتخلل الورشة تفاصيل كيفية عمل الكتب الصامتة على مدار 3 أيام بدءا من اليوم. طبعا الكتاب الصامت هو الكتاب الذي لا يحتوي على كلمة ويعتمد بشكل كلي على تسلسله الصوري الغني بالفكر والمحتوى. أتت فكرة الكتب الصامتة من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الواقعة في البحر الأبيض المتوسط، وهي أكبر جزيرة في إيطاليا ونقطة التقاء اللاجئين حول العالم. الورشة عن الكتب الصامتة، وهي لتعريف المشاركين بكيفية عمل القصة عن طريق الصور، وهو شيء مثير للاهتمام أن ترسم وتستخدم مختلف العناصر المرئية لصناعة القصة، ويتبع فيه تكنيك الأفلام الصامتة وأفلام الرسوم المتحركة، وهو ما يستدعي توافر القصة الحبكة والرسالة المراد إيصالها. تعد الكتب الصامتة إحدى التوجهات الحديثة في العملية الإبداعية والتعليمية والتربوية، والتي تعزز الإبداع والابتكار وتسهم في محو الأمية البصرية وتطور التفكير النقدي وكسر الحواجز اللغوية والثقافية لغير القادرين على القراءة بها، بهدف إيصال الفكرة والرسالة المرجوة. مشاركتي في ورشة الكتب الصامتة راح تضيف لي كفنان معرفة أو تعلم تقنيات جديدة، بحيث أن نركز في القصة على الصورة. الصورة هي تحكي نفسها، تكون بلغة عالمية، كل شخص ممكن يطلع على هذا العمل ممكن يفهمها لأن ما في لغة معينة. معرض الكتب الصامتة معرض عالمي متنقل يضم 54 كتابا مصورا، وهو الأول من نوعه على المستوى المحلي والخليجي والإقليمي، والذي يهدف إلى نشر الوعي والمعرفة وتوفير الفرصة للاطلاع على عالم نشر الكتب الصامتة.